نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فالسائل يقول: ينقص قيراط لكن ما يكون عليه إثم، فهذا دليل على عدم التحريم. صراحة فهم أعوج حقيقة، يعني كيف إذا كان ينقص من أجره؟ ما معنى ينقص من أجره؟ تذهب حسنات، ينقص من أجله يعني تذهب حسنات. كل يوم قيراط، هذه أليست عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ فغير صحيح أبدا، بل كونها تنقص الحسنات هذا دليل على أنه إثم وأنه محرم.